هناك يا أندري يا شتيغن يتدخل ويبعد الكرة واللقطة الماضية يعيش البارسا يعيش البارسا لأن شتيغن موجود حاليا وإلا فإنه إكلينيكيا قد توفي منذ فترة. استقبل لا 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 شتيغن من جديد شتيغن من جديد. إذا ما كان بارسا يتنفس فالسبب يعود إلى قبلة الحياة التي يمنحها شتيغن في كل مرة. هنالك فيديو جوردي ألبا جول بأعجوبة شتيغن يخرج هذه الكرة كم كانت صعبة يا بويانسكي. بحت عن التسديدة تأتي ومرة أخرى التألق عن طريق شتيغن. شتيغن يتألق كما جرت العادة لا جديد لأحد أفضل أسماء البارسا. التسديدة أولها تير شتيغن يخرجها بأعجوبة تير شتيغن كرة رمسي. كرة صعبة تسديدة وجول وناتشو موريال كان رائع على مرتين من قبل الحارس تير شتيغن. يا 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 كان متأكد انه راح يسجل. دفاع ومرة اخرى ينقذ تير شتيغن مرماه من تاسكو يحضر والتسويب الصاروخية الآسيوية ساول نيجاز بتسويبة الامتياز والنار النار النار لولا تير شتيغن بهذا المشوار. هذا حارس ولا سمكة؟ هذا تير شتيغن المبدع والرائع وجه اللي لا 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 هدف قريب العرضية وتير شتيغن يا سادة وتير شتيغن يخلص البارسا من هذا القاتل. البارسا الأكثر استحواذ في منتهى الروعة اللعبة هذه. إيسكو كرة دائرية وأندري تير شتيغن ياي خطيرة والحارس مرة ثانية تير شتيغن ينقذ البارسا مرة ثانية من دوني سواريز. با 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 الضربة القاضية كادت تكون قاضية. ماني في نهاية المطاف تير شتيغن أنقذ برشلونة ليس فقط اليوم في الكثير من المرات وفي لحظات حاسمة وهامة جدا. ملك ممكن هدف جديد يضيع كيفون ويتعلق تير شتيغن. لا تير شتيغن قصة وحكاية في حراسة المرمى. مارك تير شتيغن وحش كرة القدم وحارس المرمى المتألق اللي بيصل هنا في هذه اللقطة باقتدار الضغط على يستعيد جوميز يتقدم جوميز وما انقذها تير شتيغن في نهاية المطاف. رائع ولكن من هو تير شتيغن الرائع الذي تمكن من صد هذه الكرة بيده اليسرى بقوة ضربت وكأنها ضربت في القائم ورجعت. اي 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 سرعة في تنفيذ المخالفة. ترجع الكرة الخطافي هذه خطيرة خطيرة بالرأس والتعادل مش ممكن على كرة التعادل ضاعت في 72. لا هذا دفاع ما يهمنيش كرة شوف الصدى داخلة وخرجها وطبعا ما فيها ولا شك. برافو يعني العنكبوت الألباتروس
الألباتروس تير شتيغن واحدة واثنين في كتفه وثلاثة بيده والرابعة بيده أخيرا. وقته شوف تير شتيغن لا 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 روعة تير شتيغن، شوفوا بيده مش برجله، يعني حطها له أوب صدها بيده. كرة عودينه حطاله ولكن العملاق شتيغن فسخاله بين الحطة وبين الصدة. نستمتع بضربة من ريال مايوركا تألق في صدها العنكبوت الألماني الراية. حارس مرمى من طراز عالي جدا رقم واحد في رأيي في ألمانيا تير شتيغن. الباتروس عملاق ذراعه ذراعين وطوله طولين وعرضه عرضين وبالطولين وبالعرضين يمكن له يتصدى كرة تير شتيغن يخرج الكرة بروعة للركنية في أول فرصة في المباراة. مش ممكن وروعة أنت العملاق العفريت تير شتيغن. كيف تير شتيغن اشتغل استقنى لبراديتك يا تير. تير شتيغن ينقذ البارسا مرة ثانية من لعبة أخرى. كورة مسكها هيا متى عينيا شوف الكورة شوف ليدين التويل يا الباتروس مش ممكن لا بعد هذه لا ما عادش قبلها وما عادش بعدها يا شتيغن شتيغن ايدي حديد للماني ما يخليهاش للمان. شتيغن لما يكون عندك حارس كبير